السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن اليوم على بركة الله نجتمع في رحاب جامعة 8 ماي 1945 جالما في هذا المجلس العلمي الموقر لحضور فعاليات مناقشة دكتوراة تخصص علم الاجتماع لطالبة الدكتوراة خياط أميرة، وموضوعها حول الثقة التنظيمية وعلاقتها بالصمت التنظيمي، دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية الحروش. قبل الشروع في المناقشة العلمية نرحب أولا بالحضور الكريم أهل المترشحة وزملائها في الدفعة، وقبل نرحب ونشكر أعضاء اللجنة الموقرة، نرحب ترحيبا خاصا بالأساتذة زملاء الأفاضل، خاصة الضيوف الذين شرفونا بالحضور من جامعة 20 أوت 1955 سكيكدا، أستاذ البروفيسور ليتيم ناجي وعن يميني، وزميلنا المشرف بوشارب بروفيسور بوشارب بولوداني خالد مشرفا على هذا العمل العلمي، وعن شمالي زميلنا البروفيسور حميد حملاوي عضوا ممتحنا، وضيفنا الاستاذ البروفيسور رضا سلاطنية من جامعه محمد شريف مساعديه سوق هراس، مرحبا بك ومرحبا بالجميع، وكذلك زميلنا البروفيسور عبد العزيز جهمي عضوا ممتحنا من جامعتنا جامعة جالما. إذن شكر خاص وشكر موصول لأعضاء اللجنة على الحضور لهذه المناقشة في هذا الوقت وفي هذا الظرف اللي هو ظرف نهاية السنة مع كل الأعباء والضغوطات، إلا أن الجميع أبى أن يشرفنا بالحضور، فنحن شاكرين مجهوداتكم وشاكرين هذا التنقل في هذا اليوم الحار، يعني حتى المناخ رحب بكم. الله يحفظكم، الله يحفظكم أستاذ. إذن هذه بالنسبة للكلمة الترحيبية بالحضور والعاقبة للزملاء المترشحة. قدمت إذن المترشحة وهي في اختصاص علم الاجتماع التنظيم والعمل أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كما أسلفت الذكر يبحث أو تبحث هذه الأطروحة إشكالية في صميم تخصص سوسيولوجيا التنظيم والعمل، وهي إشكالية الثقة التنظيمية وعلاقتها بالصمت التنظيمي. وفي هذا المقام نحن نشكر الطالبة شكرا يعني جزيلا على جرأتها في تناول هذا الموضوع الذي يمكن أن نصنفه في المواضيع الحديثة الطرح، يعني هو ليس بالمواضيع بين مزدوجة أو بين قوسين المستهلكة، حتى وإن كانت هناك مجموعة من المواضيع التي تمت دراستها، إلا أن دائما هناك أبعاد التجديد قائمة فيها، ولكن بشكل عام هذا الموضوع من المواضيع الحديثة. فنشكر الطالبة على هذا الانتقاء الجريء والقوي لإشكالية بحثية نعتبرها في صميم سوسيولوجيا التنظيم والعمل، وقامت بالانتقاء للمجال البحثي الدراسة الميدانية بالمؤسسة الاستشفائية الحروش، ربما لقرب من مكان إقامتها وللتسهيلات القوية والكبيرة التي لاقتها في هذه المؤسسة. إذن هناك الكثير من الكلام الذي يقال في هذا المجلس العلمي الموقر بإذن الله، ولكن حسب ما تنص عليه البروتوكولات العلمية في هذا المقام نحيل الكلمة للطالبة لتقدم لنا عرضا موجزا حول أطروحتها، يعني ونرجو الاحترام والالتزام بعنصر الوقت. تفضلي أميرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أرحب باللجنة الكريمة، الأستاذة بن صويلح ليليا كرئيسة، أستاذ مشرف أستاذ بوشارب، أستاذ حملاوي، أستاذ جهمي، أستاذ سلاطنية من جامعة سوكهرات، وأستاذ ليتيم ناجي من جامعة كيدا. كما أرحب بالسادة الحضور أساتذتي من جامعة سوكهرات وزملائي الأعزاء. إذا نجتمع اليوم في هذه الجلسة العلمية لمناقشة أطروحة الدكتوراه بعنوان الثقة التنظيمية وعلاقتها بالصمت التنظيمي، دراسة ميدانية بالمؤسسة الاستشفائية الحروش. أولا أسباب اختيار الموضوع. خلال المذكرة المكملة لنيل شهادة الماستر
التي كانت بعنوان نمط الإشراف وعلاقته بسلوك المواطنة التنظيمية، تم التوصل إلى وجود سلوك تنظيمي سلبي يدفع الموظف إلى عدم إبداء رأيه في شؤون المؤسسة أو إبدائه كانتقاد لها. وبعد البحث في الأدبيات النظرية والدراسات السابقة، تم التوصل إلى أن هذا السلوك يدعى الصمت التنظيمي. وبعد تحليل العديد من الدراسات السابقة ومقارنة الارتباطات بين متغير الصمت ومحدداته التنظيمية، تم اختيار متغير الدقة التنظيمية لنحاول أن نفسر به متغير الصمت التنظيمي. في الدراسات السابقة اعتمدنا على 9 دراسات سابقة واختيرت على أساس اعتمادها على نفس الأبعاد المستخدمة في الدراسة الراهنة، حيث تم الاستعانة بهذه الدراسات في اختيار أبعاد ومؤشرات الدراسة، صياغة التعاريف الإجرائية وتوجيه فرضيات الدراسة وبناء مقياس الدراسة. أهداف الدراسة: الأهداف النظرية: تصنيف التراث النظري في ضوء النظريات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، بناء تصور نظري خاص في خضم التكاثر والتباين النظري حول موضوع الدراسة، إبراز أهم الاتجاهات النظرية التي تناولت الموضوع مع توضيح نقاط الاتفاق والاختلاف فيما بينها. الأهداف الميدانية تمثلت في التعرف على واقع الصمت التنظيمي في المؤسسة، تشخيص الواقع الفعلي للدقة التنظيمية في المؤسسة، اكتشاف الفروق الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة المنحوتة حول متغيري الدراسة، تبعاً للمتغيرات الديمغرافية لدى العاملين في المؤسسة محل الدراسة. إشكالية الدراسة: المؤسسات الصحية تسعى لتحقيق الجودة عن طريق حوكمة وترشيد الأداء، من أجل هذا تحتاج الحصول على رجع صدى دائم من جمهورها الداخلي والخارجي، لكن ما تم ملاحظته خلال إعداد مذكرة الماستر هو تجنب الموظفين التعبير عن آرائهم واختيار الصمت. وبعد البحث في التراث النظري والدراسات السابقة، تم ضبط مفهوم وأبعاد هذا المتغير. ومن خلال اطلاع النظريات السوسيولوجية، تم الاستقرار على النظرية التبادلية لتفسير التغير في مستويات الصمت التنظيمي باعتباره أحد مكونات عملية تبادلية داخل المؤسسة الاستشفائية يتخذها الموظف كرد فعل عملية تبادل يراها خاسرة. ومن خلال الدراسة التحليلية لمحددات الصمت التنظيمي، بحثاً عن متغير مستقل يمكن أن يفسر التغيرات التي تطرأ على درجات الصمت التنظيمي، تم اختيار متغير الدقة التنظيمية. حيث تمحورت الإشكالية حول تساؤل المركز التالي: ما طبيعة العلاقة بين الدقة التنظيمية والصمت التنظيمي؟ والذي تفرعت عنه تساؤل جزئية تالية: ما طبيعة العلاقة بين الدقة في الزملاء والصمت الدفاعي؟ ما طبيعة العلاقة بين الدقة في المشرف والصمت الإدعان؟ ما طبيعة العلاقة بين الدقة في الإدارة والصمت الاجتماعي؟ تعريف إجرائية: الدقة التنظيمية هي توقعات إيجابية متبادلة للموظفين بالمؤسسة الاستشفائية الحرش بسكيكدا تجاه نوايا وتصرفات زملائهم في العمل، وكذا كفاءة وعدالة مشرفهم ودعم ورعاية مصالحهم من قبل إدارة المؤسسة. الصمت التنظيمي: الحجم المتعمد للآراء والمقترحات الخاصة بالعمل، والذي يتخذ فيه الموظف إما موقفاً دفاعياً بسبب الخوف من العقاب أو استسلامياً فيخضع للأمر الواقع، كما يمكن للصمت أن يكون إيجابياً عن طريق حماية أسرار زملائه ومؤسسته. تعرف إجرائية بالنسبة لدقة الزملاء: التوقعات الإيجابية للموظفين تجاه نوايا وسلوكيات زملائهم في العمل، ودرجة الاعتماد المتبادل للأفكار والمعلومات في ظل توفر خصائص كالالتزام والتقدير والقيم وتلقي الدعم والمساعدة الكافية من قبلهم. الدقة في المشرف: توقعات إيجابية للموظفين تجاه عدالة وكفاءة مشرفين في العمل، وأنهم سيتلقون الدعم الكافي وسيتم تقدير مجهوداتهم ويتم التعامل معهم كأشخاص مسؤولين في ظل نظام اتصالات فعال ومفتوح. الدقة في الإدارة: التوقعات الإيجابية للموظفين تجاه الإدارة كالحصول على الدعم الكافي والتقدير وعدالة التعامل، وأنها تسير وفق خطة عمل واضحة تضعهم في مستوى رؤيتها واستراتيجيتها عن طريق هيكل تنظيمي مرن أساسه تفويض السلطة. الصمت الدفاعي: آلية دفاعية وسلوك واعي يقوم على أساس النظر في البدائل المتاحة عن طريق حجم الأفكار والآراء وتحسين العمل، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأخطاء بسبب الخوف الموظف من انتقاد أو إضراب بمصالحه الشخصية. صمت إدعان: موقف سلبي يتخذه الموظف يجعله لا يشارك آراءه واقتراحاته مع مشرفه حتى لو كانت لديه خطط لتحسين سير العمل خضوعا منه للأمر الواقع، لكنه لكونه أصبح متيقنا أنه سيواجه بالمقابلات ورأيه لن يحدث فرقا. الصمت الاجتماعي: حجم المعلومات المتعلقة بالعمل، وهو سلوك إيجابي يقوم به الموظف دون تعرضه لأي نوع من الضغوطات. الصمت الاجتماعي سلوك استباقي يهدف إلى حماية المنظمة والزملاء بدافع التعاون والإيثار. بالنسبة لفرضيات الدراسة: بعد الاطلاع على الدراسات السابقة والإجراءات
وإجراء مقابلة استكشافية مع عدد من الموظفين تم صياغة فرضية التالية. فرضية العامة: هناك علاقة ارتباطية عكسية بين الدقة التنظيمية والصمت التنظيمي. فرضية الجزئية: هناك علاقة ارتباطية عكسية دالة بين الدقة في الزملاء والصمت الدفاعي. هناك علاقة ارتباطية عكسية دالة بين الدقة في المشرف والصمت الإدعام. وهناك علاقة ارتباطية طردية دالة بين الدقة في الإدارة والصمت الاجتماعي. نموذج التحليل: الدقة التنظيمية عندها علاقة عكسية بالصمت التنظيمي، الدقة في الزملاء علاقة عكسية بالصمت الدفاعي، الدقة في المشرف علاقة عكسية بالصمت الإدعام، الدقة في الإدارة علاقة طردية بالصمت الاجتماعي. مجتمع الدراسة: تضم المؤسسة الاستشفائية 35 مستخدما إداريا وكذا 79 طبيبا بين ممارس أخصائي ومساعد وطبيب عام، إضافة إلى 236 موظفا شبه طبي. تم الاعتماد على المعاينة غير العشوائية لعدم التمكن من الحصول على القائمة الإسمية للعمال، حيث تم استخدام العينة الحصصية المتناسبة. تم تحديد نسبة 50% من مجتمع الدراسة المكون من 350 فردا. تم توزيع 175 استمارة على العمال بطريقة عرضية، حيث تم استرجاع 159 استمارة قابلة للتفريغ. منهج الدراسة: تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الظاهرة من خلال وصف متغيراتها والحساب بكمية درجات مؤشراتها من متوسط حسابي والانحراف معياري، وصولا إلى تحليل العلاقة الارتباطية القائمة بينها عن طريق معاملة الارتباط وتحديد أثر المتغيرات الشخصية على المتغيرين باستخدام اختبار فروقات إحصائية. أدوات جمع البيانات: تم الاعتماد على تحليل الوثائق الملاحظة والاستمارة. بالنسبة لنتائج الدراسة: النتائج الخاصة بالجانب المبحوثي نحو الدقة التنظيمية، الدقة التنظيمية كانت 3.66، الدقة في الزملاء 3.79، الدقة في المشرف 3.56، الدقة في الإدارة 3.63. بالنسبة نحو الصمت التنظيمي: الصمت التنظيمي ككل 3.13، الصمت الدفاعي 2.80، الصمت الإدعام 3.06، الصمت الاجتماعي 3.54. نتائج الدراسة: النتائج الخاصة بفرضية الدراسة، الدقة التنظيمية بالنسبة للصمت التنظيمي، الدقة في الزملاء نقص 0.457 في علاقتها بالصمت الدفاعي، الدقة في المشرف في علاقته بالصمت الإدعام ناقص 0.582، الدقة في الإدارة في علاقتها بالصمت الاجتماعي علاقة طردية 0.465. تحققت كل الفرضيات الجزئية والفرضيات العامة. بالنسبة لدراسة حلمتي وآخرون، توصلت على معامل ارتباط عكسي بين البعدين بلغ ناقص 0.528، وهو يقترن من معامل ارتباط الدراسة الراهنة والذي بلغ ناقص 0.457. الدراسة الأولى توقف فقط مع دراستنا. دراسة حلمتي أيضا وآخرون كان نتائج مشابهة لما تم التوصل به في الدراسة الراهنة، حيث تم التوصل لوجود علاقة عكسية متوسطة بين الدقة في المشي وصف الإدعان قدرت بناقص 0.555. نتائج الدراسات المتعلقة بالدقة في الإدارة والصمت الاجتماعي في إكانتي زاكساغلان توصلت إلى وجود علاقة طردية ضعيفة بين الدقة في الإدارة والصمت الاجتماعي، حيث كانت قيمة الارتباط 0.242، في حين أن قيمة الارتباط في الدراسة الراهنة كانت 0.582، وهي علاقة طردية متوسطة. الأخير شكرا لحسن المتابعة.